نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفي العناوين. الجيش العراقي ينفي مسؤوليته عن مقتل المدنيين في الموصل الغربية ويتهم تنظيم الدولة بزرع ألغام في المباني. فصائل المعارضة تشن عملية للسيطرة على قمحان بريف حماة، وقوة نظام تعجز عن استعادة ما خسرتها. حالة سيء تعم قطاع غزة عقب اغتيال القيادي مازن فقها، والسلطات الأمنية تغلق معبر بيت حنون. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة. نفى الجيش العراقي صحة التقارير التي تحدثت عن مقتل عشرات المدنيين بسبب ضربات جوية على الجانب الغربي من الموصل. وذكر بيان للجيش أن مقتل المدنيين جاء نتيجة تفجير أحد المباني من قبل ما يسمى الدولة الإسلامية. وكانت مصادر برلمانية عراقية قد أعلنت أن عدد القتلى جراء الغارات في حي الموصل الجديدة ارتفع إلى 263 شخصا، وما زالت فرق الإغاثة تنتشل جثث الضحايا من تحت الأنقاض. وأكد متحدث باسم قوات الأمن العراقية تعليق الهجمات على الجانب الغربي من الموصل بسبب ارتفاع عدد القتلى والمصابين المدنيين. هذا وقررت وزارة الدفاع فتح تحقيق في حادث القصف الجوي الذي جرى في حي الموصل الجديدة، كما قرر التحالف الدولي بدوره فتح تحقيق في الغارات الجوية التي نفذتها قواته بناء على بيانات الجيش العراقي. وفي التطورات الميدانية، أعلن الجيش العراقي استعادة حي العروبة والمنطقة الصناعية في الجانب الغربي لمدينة الموصل من سيطرة مسلح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. من جهتها قالت مصادر عسكرية إن نحو 12 مسلحا من التنظيم قتلوا في المعارك الدائرة في الجانب الغربي من الموصل، إلى جانب إصابة 5 من عناصر مكافحة الإرهاب بجروح. وأفادت قيادة العمليات المشتركة بأن التنظيم يحتجز أهالي الموصل في بيوت مفخخة لإجبارهم على البقاء فيها، ويستخدم القناصة لمنع أي مدني من مغادرة المدينة واستخدامهم كدروع بشرية. وحملت القيادة في بيان لها ما يعرف بتنظيم الدولة مسؤولية قتل المدنيين والدمار الحاصل في مناطق الساحل الأيمن في الموصل. عن آخر التطورات، ينضم إلينا من الموصل مراسلنا شفيق عبد الجبار. إذن شفيق، حجم تقدم القوات العراقية في عملياتها العسكرية الجارية الآن بعد توقفها يوم أمس؟ نعم سارة، أقف الآن على مقربة من المحور الغربي، وخلفي يتصاعد الدخان من يعني ما يعرف وكر من أوكار أو معسكر لتدريب عناصر تنظيم الدولة في منطقة السرج خانة وسط مدينة الموصل. قبل قليل قد تم قصف هذا الهدف من قبل طائرات التحالف الدولي، وتصاعدت السحب السوداء خلفي، وهو التقدم الأحدث للقوات العراقية في المحور الغربي، وتحديدا المحور الذي يمسك بقبضته جهاز مكافحة الإرهاب الذي سيطر صباح هذا اليوم على حيين رئيسيين من أحياء الموصل الغربية، وهو حي وادي العين ورجم الحديد، وهذان الحيان هما من الأحياء الاستراتيجية والمهمة والمكسب الأحدث لجهاز مكافحة الإرهاب بعد عمليات قتالية استمرت لأكثر من أسبوع. تم رفع العلم العراقي فوق أبنية هذا فوق أبنية هذان الحيان صباح هذا اليوم. أما المحور الجنوبي والجنوبي الشرقي الذي تمسك بقبضته قطعات الشرطة الاتحادية وقطعات الرد السريع، فلا يزال التقدم في هذين
محورين، تقدم بطيء بسبب شدة مقاومة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في وسط أحياء الأحياء القديمة لمدينة الموصل، وتوقف المدفعية الثقيلة وطيران الجيش الذي كان يساند القطعات على الأرض حين تقدمها. وقد تم استبدال القصف المدفعي وقصف الطائرات بنشر كتائب من القناطرة فوق أبنية وأسطح المنازل في الأحياء القديمة. هنالك عمليات تبادل إطلاق، وهنالك عمليات اشتباك مباشر مع عناصر التنظيم في تلك المناطق بالأسلحة الخفيفة على أن يتم الإسناد من قبل القناصة في حماية التقدم والتوغل العراقي في هذين المحورين. شفيق عبد الجبار، على عجالة أشكرك على العموم على جملة هذه التفاصيل والمتابعة. مراسلنا من الموصل شفيق عبد الجبار. قالت فصائل المعارضة السورية إنها تمكنت من صد محاولة من قوات النظام السوري للتقدم نحو مناطق سيطرتها في ريف حماة. وأعلنت مصادر من المعارضة أن الطيران الحربي الروسي والسوري شن عشرات الغارات على مناطق متفرقة بريف حماة الشمالية بالتزامن مع تواصل الاشتباكات العنيفة في مدينة قمحانة قرب محافظة حماة. وأعلنت مصادر ميدانية مقتل وجرح العشرات بقصف استهدف مشافٍ وتجمعات سكنية في مدينة إدلب وريفها. لا تزال معارك الكر والفر مشتعلة بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام وميليشياته في ريف حماة الشمالي، إذ تواصل فصائل المعارضة محاولاتها السيطرة على مدينة قمحانة شمالية محافظة حماة وسط مقاومة عنيفة من قبل قوات النظام. وتعتبر مدينة قمحانة ذات مكانة استراتيجية، لأن السيطرة عليها تمكن المعارضة من رصد مدينة حماة ناريا وبالتالي سقوطها بحسب ناشطين. ومع عجز قوات النظام وميليشياتها عن استرجاع ما خسرته في الأيام القليلة الماضية، أفاد ناشطون بأن الطيران الروسي والسوري شن أكثر من 300 غارة جوية على مناطق واسعة بريف حماة الشمالي بغية وقف تقدم مقاتلي المعارضة وتخفيف الضغط عن قوات النظام. كما أفاد ناشطون بأن قوات النظام قصفت مدينة اللطامنة ببراميل متفجرة تحوي غاز الكلور لليوم الثاني على التوالي. وفي العاصمة دمشق قصف الطيران الحربي حي جوبر بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة على عدة جبهات في الحي، فيما تعرض حي القابون وتشرين لقصف بصواريخ بالستية وقذائف المدفعية والدبابات. ووفقا للمعارضة فإن الطيران الروسي والسوري يعمد إلى قصف التجمعات السكانية لإجبار المعارضة على الانسحاب من حي جوبر، إذ أسفر القصف الجوي المكثف على مجزرة راح ضحيتها عشرات المدنيين في مدينة حمورية بريف دمشق. وفي الأثناء صعد الطيران الحربي من قصفه لمناطق واسعة في مدينة إدلب وريفها، إذ أسفر القصف العنيف عن خروج مستشفى كفر نبر عن الخدمة بعد استهدافه بأكثر من 15 غارة جوية، في حين قتل وجرح العشرات من المدنيين بعد قصف جوي استهدف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. ينضم إلينا من ريف حماة الناشط الإعلامي مصطفى أبو عرب. بداية مصطفى، نقف معك على تطورات الموقف العسكري في حماة ومحيطها، وأيضا هل تمكنت فصائل المعارضة أو هل هي قادرة بالأساس على تثبيت سيطرتها على المواقع التي سيطرت عليها في حماة؟ بريف حماة الشمالي الشرقي والريف الشمالي والريف الشمالي الغربي، معركة وقل اعملوا وفي سبيل الله نمضي ومعركة صدى الشام على محور آخر في الريف الشمالي الغربي. إذا تكبرت قوات النظام خسائر فادحة سواء كان في العدة أو العتاد وفي الأرواح. تمت السيطرة على عدة مدن وبلدات وقرى، أهمها كان مدينة صوران. فيما يبدو أننا قد فقدنا الاتصال بالناشط الإعلامي مصطفى أبو عرب، حدثنا من ريف حماة، نشكره جزيل الشكر. نبقى في الشأن السوري لكن سياسيا هذه المرة، حيث قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف نصر الحريري
إن الإرهاب الموجود في سوريا يتمثل بإرهاب النظام والميليشيات الطائفية والحرس الثوري الإيراني. كما اعتبر الحريري أن أي حل سياسي سيكون دون معنى أو مصداقية إذا لم يتزامن مع وقف حقيقي لإطلاق النار، مشيرا إلى أن وفد المعارضة ناقش مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا موضوع الانتقال السياسي. من جانب آخر، قدم وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري ورقة بشأن مكافحة الإرهاب إلى دمستورة، إذ يعتبر النظام قضية مكافحة الإرهاب تمثل أولوية يجب أن يبحثها قبل مناقشة الحل السياسي. القضية أنه لا يمكن للعملية السياسية أن تكون ذات جدوى أو ذات معنى أو لها مصداقية أو لها أثر على الأرض إن لم تترافق بوقف إطلاق النار حقيقي، وإلا الآن طول الفترة وعدم الالتزام سيؤدي إلى تدهور الأوضاع كلها بشكل عام من جديد. أفاد مراسلنا أن الأجهزة الأمنية في غزة أغلقت حاجز إيريز بيت حانون في شمال القطاع ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة عقب اغتيال الأسير المحرر مازن فوقها. وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة قد أكدت اغتيال فوقها من قبل مجهولين أطلقوا عليه الرصاص في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، وأعلنت فتح تحقيق في الحادث. وخلف اغتيال فوقها القيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس حالة من الاستياء في الشارع الفلسطيني. واتهم القيادي في حركة حماس خليل الحي إسرائيل بالمسؤولية عن اغتيال فوقها باعتباره إحدى الشخصيات التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قائمة المهددين بالتصفية من محرري صفقة شليط نظرا لدوره في النشاط العسكري لحماس. بالتأكيد كل حدث حدث أمني هو بحاجة إلى إجراءات من الطبيعة أن تؤخذ حتى يتم وضع الأمور في نصابها، ومن ضمن هذه الإجراءات الحاجة إلى تشديد أو إغلاق المعبر حتى إذا نتمكن من التحقيقات وفي حالة التأكد من خلو هذا المكان من الداخلين أو من الذين دخلوا من هذا المكان في قطاع غزة أن يكون لهم يد فيما حدث، بالتأكيد سيتم إعادة فتح المعبر. في اليمن تحل اليوم الذكرى الثانية لانطلاق عملية عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية. هذه الذكرى أحياها اليمنيون في مشهدين منقسمين، أحدهما في صنعاء والآخر في عدن ومحافظات أخرى. مراسلنا خليل القاهري رصد هذه الاحتفالات وأعد التقرير التالي. آلاف المحتشدين بصنعاء إحياء للذكرى الثانية لانطلاق عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي في مثل هذا اليوم قبل عامين. الحشود التي نظمها الحوثيون وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح تتعهد بمزيد مما تسميه الصمود والاستعداد للعام الثالث على التوالي من الحرب. اليوم خرج شعبنا اليمني بهذا الحشد الهائل والكبير ليقول كلمته وليسمع صوته وليقول للعالم أن الشعب اليمني هو من يقرر مصيره ويرسم مستقبله. كما هو الحال منذ أزيد من عامين مشهدان متباينان في اليمن وأزمة سياسية تستفحل كل يوم، وبين المشهدين بالضرورة وضع إنساني يكتوي بناره المدنيون. احتفالات بالمناسبة ذاتها في تعز جنوب البلاد اتسمت بالطابع الرسمي من حيث الشكل وبتأييد لعمليات التحالف العربي من حيث المقصد، وأخرى على نفس المنوال في عدن والتي اتخذت شعار عدن والتحالف النصر والتحرير ووحدة المصير. مع بعض نحن نشارك شعبنا اليمني بمرور ذكرى عامين على انطلاق عاصفة الحزم بقيادة دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. عمليات عاصفة الحزم التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 تأييدا للرئيس هادي ضد الحوثيين وصالح تتزامن حتى اليوم مع استمرار القتال في عدد من الجبهات يقابله انسداد سياسي وتعثر للجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن. خليل القاهري، التلفزيون العربي، صنعاء.
نشرتنا متواصلة معكم من التلفزيون العربي وتتابعون فيها بعد الفاصل. الشرطة الروسية تعتقل زعيم المعارضة بعد خروج تظاهرات احتجاجا ضد الفساد. أهلا بكم من جديد. اعتقلت الشرطة الروسية أليكسي نافالني، أحد أبرز شخصيات المعارضة وعشرات النشطاء، خلال تظاهرة احتجاجا ضد الفساد في وسط موسكو. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن قوات الأمن اعتقلت نافالني في أحد الشوارع في وسط موسكو ونقلته إلى جهة مجهولة على متن شاحنة، وحاول مئات المتظاهرين منعها من ذلك. وأفاد متحدثون من المعارضة الروسية أن الاحتجاجات عمت أكثر من 80 بلدة ومدينة في مختلف أرجاء روسيا. وأشارت إلى أن السلطات الروسية رفضت الترخيص لأغلبية التظاهرات التي تأتي استجابة لدعوة المعارضة للخروج إلى الشوارع احتجاجا على الفساد وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف. ومعنا من موسكو الصحفي المختص في الشأن الروسي رائد جبر للمزيد من المتابعة. بداية رائد، تفاصيل أكثر عن زخم هذه المظاهرات وحجمها خاصة في العاصمة موسكو، وهل هناك خشية من أن تتحول لأعمال عنف ومواجهات مباشرة مع عناصر الأمن الروسية؟ نعم، تحية طيبة. بداية طبعا هذه المظاهرات تعد الأوسع منذ عام 2012 عندما شهدت موسكو سلسلة احتجاجات واسعة جدا. هذه الأوسع الآن، وهي تشكل اختبار حقيقي لقدرة نافالني المرشح الرئاسي. هو رشح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة في ربيع العام المقبل. لذلك هذه تشكل أول اختبار جدي لقدرته بالفعل على حشد يعني تحركات في الشارع. إلى أي درجة يمكن أن يحصل تصعيد؟ أنا أعتقد أنه من التجارب السابقة مستبعد مسألة التصعيد، وخصوصا المواجهات العنف في الشارع. عادة الروس لا يلجؤون يعني إلى هذه الطريقة، ولكن اتساع ربما يعني تعاود التظاهرات البروز في مناطق أخرى مختلفة. الآن نحن نتحدث عن عشرات المدن بالفعل كما ذكرت قبل قليل. ربما تتكرر هذه المظاهر خلال الأيام المقبلة، خصوصا سنرى إلى أي درجة سيكون الحكم على نافالني. هل ستكتفي السلطات التوقيفية 15 يوما كما لوحت، باعتبار أنه يعني نظم تظاهرات بدون ترخيص؟ هذه عقوبتها في القانون الروسي 15 يوم احتجاز. لذلك يعني يبدو أنه نحن أمام تكرار لمشهد 2012، إنما في هذه المرة يوجد نعم يعني رائد، لو نقف معك واضح على فحوى هذه المطالبات التي ترفعها المعارضة الروسية تجاه السلطة القائمة الآن في موسكو، ما فحوى اتهامات الفساد هذه التي يطالب أفراد المعارضة على ضوئها باستقالة ديمتري ميدفيديف؟ يعني كما تعلمين أليكسي نافالني منذ أكثر من عام أسس صندوق مكافحة الفساد. هذا الصندوق أجرى جملة من التحقيقات، عدد كبير من التحقيقات التي طاولت شخصيات مختلفة ومراكز حكومية مختلفة، كلها أثبت بالأدلة حجم الفساد الذي يحيط كل نشاطها. الآن الحديث يدور في هذه الفعاليات بالتحديد، الحديث يدور عن النشاط المتعلق برئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف. قبل نحو شهر عد المركز الذي يقوده نافالني فيلما وثائقيا أبرز فيه تعاملات مالية يعني عبر فساد راكمة من خلالها ميدفيديف، كما يتهمه طبعا نافالني، راكمة ثروات طائلة. هذا الفيلم حصد 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب منذ أن نشر على يوتيوب. وتطالب هذه التظاهرات تحديدا الآن بأن يتم فتح تحقيق رسمي، أنه لم تستجب السلطات حتى الآن لفتح تحقيق رسمي في المعلومات التي وردت في هذا الفيلم. هذه واحدة يعني هذه أريد أن أشير إلى أنه هذه واحدة من سلسلة من الملفات، ملفات الفساد التي فتحها نافالني عموما. يعني يبدو طبعا لا حديث كثير عن السياسة الخارجية في هذه التظاهرات، لا حديث عن أمور أخرى مختلفة. الهم الرئيسي هو هم معيشي، هم اقتصادي، هو الذي يحرك المعارضة، وهو الشعار الذي يرفعه نافالني في حملته الانتخابية.
أشكرك جزيل الشكر الصحفي المتخصص في الشأن الروسي رائد جبر، حدثنا من موسكو. وننوه مشاهدينا إلى هذه الصور المباشرة التي نتابعها على شاشاتنا، أعداد كبيرة من رجال الأمن والمتظاهرين في موسكو في هذه التظاهرات التي دعت إليها المعارضة الروسية للمطالبة بالإصلاحات وإنهاء الفساد واستقالة ديمتري ميدفيديف. ونشاهد أيضا تعزيزات أمنية مكثفة وعمليات اعتقال للشبان والمتظاهرين الذين يحتجون على السياسات الاقتصادية والسياسات الداخلية للحكومة الروسية. الآن مشاهدينا إلى متابعة جولة سريعة في أهم الأخبار الاقتصادية. أشارت معلومات صادرة من بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس إلى أن عملاق التجارة الإلكترونية أمازون يعتزم شراء أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط سوق دوت كوم التي تتخذ من دبي مقرا لها. وتشير تكهنات الأسواق إلى أن القيمة السوقية لسوق دوت كوم تتراوح حول مستوى المليار دولار. استنفت صادرات اللحوم البرازيلية إلى السوق الصينية التي تعتبر الأكبر لها في العالم بعد الإيضاح الأخير الذي أصدرته السلطات البرازيلية بخصوص تقرير الشرطة البرازيلية الأخير، والذي كان قد أشار إلى أن أكثر من 100 شخص أغلبهم من مفتشي الصحة تلقوا رشا للسماح ببيع منتجات فاسدة أو تزوير وثائق تصدير أو تجنب تفتيش منشآت تعبئة وتغليف اللحوم. أشارت وكالة الطاقة الدولية IEA في تقريرها الدوري الأخير إلى أن الشركات النفطية التي لا تلتزم بالإجراءات التي تضمنتها اتفاقية باريس للمناخ قد تواجه خسارة إجمالية تتجاوز 1.3 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة التي تعتبر المستفيد الأكبر من اتفاقية باريس للمناخ ستغطي 70% من الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول عام 2050. أشارت وكالة المحاسبية العالمية PwC في تقريرها الأخير الذي خصت به التقنية المتطورة والتغيرات الجذرية التي ستحدثها في أسواق العمل. وأشار التقرير إلى أن سوق العمل البريطانية ستخسر 10 ملايين وظيفة عمل بحلول عام 2030، وإلى أن القطاع المالي العالمي سيخسر 32% من وظائفه بسبب التطور المتنامي للتقنية، وإلى خسارة القطاع الصناعي 56% من وظائفه حول العالم. وفي الوقت نفسه أصدر التقرير تطمينات إلى أن التقنية المتطورة سترفع من مستوى الإنتاجية ومعدل الثروة الإجمالي. بدأت ديزني لاند باريس احتفالاتها بالذكرى السنوية 25 لانطلاقتها بمشاركة أشهر الشخصيات الكلاسيكية الكرتونية في مقدمتها ميكي ماوس. يذكر أن ديزني لاند باريس التي تأسست في عام 1992 توظف 15,000 شخص، والتي حققت مستوى عائدات بقيمة 70 مليار يورو منذ تاريخ انطلاقتها. أصدرت محكمة مصرية أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و14 عاما على 56 شخصا بعد إدانتهم في قضية غرق مركب للمهاجرين قرب ساحل محافظة البحيرة في البحر المتوسط العام الماضي. كما برأت محكمة الجنحة بمدينة رشيد في محافظة البحيرة متهمة، وراح ضحية الحادث الذي وقع في شهر سبتمبر أيلول الماضي أكثر من 200 شخص حاولوا الوصول إلى أوروبا. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهم من بينها التسبب في وفاة المهاجرين عن طريق الخطأ، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية في المركب، وتعريض حياة ركابه للخطر. تراوحت ردود مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشأن اقتراب انفراج الأزمة السياسية التي تعيشها المملكة
منذ نحو 5 أشهر. تراوحت بين الترحيب والترقب بعد إعلان رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثماني التوصل إلى تفاهم مع قادة الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية. بقدرة قادر انتهت أزمة تشكيل الحكومة في المغرب بحل سحري ظل يراوح مكانه 5 أشهر، وكان عصيا على رئيس الحكومة المكلف المقال عبد الإله بنكيران. الرجل القوي الجديد في حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني يعلن من مقر حزبه العتيد في الرباط ائتلافا جديدا من 6 أحزاب. يسرني أن أخبركم أنه تقرر تكوين الأغلبية الحكومية من 6 أحزاب، هي حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي. وقد أملى هذا القرار بالخصوص الإرادة الحازمة لتجاوز العقبات التي حالت دون تشكيل الحكومة في الشهور الماضية. هو ائتلاف أكثرية حكومية لا شك، لكن المواطن العادي في المغرب سينظر إليه بعين الريبة بلا شك، وهو يتساءل عن احترام إرادة الناخبين بعدما وصف هنا بالانقلاب الدستوري حين أعفى الملك زعيم الحزب الفائز بنكيران وكلف العثماني الذي ينتمي لنفس الحزب العدالة والتنمية. أنا المهم عندي في تشكيل الحكومة هو ماشي كانت حكومة ولا جات حكومة، ولا خصنا الحكومة تخدم مصالح الشعب باش تكون عندها مصداقية. بالنسبة لي بنكيران راه وصل اللي بغاه، ولكن العثماني حقق اللي هو حقق ما الأحسن بشكل حكومة، وحنا فرحانين بزاف. نهاية سعيدة لأزمة تشكيل الحكومة المغربية، لكن السرعة التي حلت بها كل العقد السياسية التي أعاقت تشكيل هذه الحكومة 5 أشهر تضع أكثر من علامة استفهام حول إمساك القصر الملكي بكل خيوط اللعبة السياسية في بلد يحاول أن يكون استثناء ديمقراطيا في جوار عربي مضطرب. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي .tv. كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.